قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على ليندا وطمنا على حاله اطق. صباح الخير عليك ليندا. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا هدير. ايه الاخبار النهارده؟ الحقيقه لسه درجات الحراره منخفضه والجو برد جدا ومكملين لاخر اسبوع اعتقد. بالظبط بعد ما كنا شايفين شمس كتير قوي الاسبوع اللي فات هناخد كان شويه في ارتفاعات في درجات الحراره فعلا يا هدير الاسبوع اللي فات، ولكن ابتداء من يوم الخميس اللي فات شفنا كان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. اتفضلي قولي لنا التفاصيل. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة والطقس هيكون برد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. كمان النهاردة هيكون في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ده غير أنه في نشاط للرياح على عدة مناطق متفرقة بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 17 وأعلى درجة حرارة في أسوان 25 وأقل درجة حرارة في سان كاترين 12. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يبتدي فقرات صباح خير يا مصر. إليكم. بنشكرك يا ليندا. شكرا جزيلا.